في المعرض أيضاً التقينا بمؤلف أفضل رواية ألمانية. هذا الرجل من أصحاب البدايات المتأخرة في التأليف، فقد عمل سنوات طويلة كمعلم حساب وفي المسرح، وطرح أول رواية له وهو في 57، وفجأة حصل على الجائزة. إنه أوغن روج الحاصل على جائزة الكتاب الألمانية للعام الحالي عن قصة في زمن الضوء الخافت. أطيب التهاني، كيف حالك وسط هذه الضجة؟ شعوري طبيعي إلى حد ما، غير أن الأمر يتعلق في نهاية المطاف بالعمل. أحياناً لا أكتب سوى صفحة أو أقل، وهذا ما قد لا يصدقه بعض القراء. الرواية تتحدث عن حياة أسرة المؤلف وليس عن حياة الآخرين، ويمر التسلسل الزمني للرواية عبر 4 أجيال ليصف الحياة في ألمانيا الشرقية سابقاً، ويستعرض أحلام الجدين في المنفى بالمكسيك ورغبتهما في معايشة دولة ألمانية اشتراكية ساهم في بنائها. أما الابن فيتعاون مع النظام على الرغم من معاناته في معسكرات العمل الروسية، بينما الأحفاد وأبناء الأحفاد يتمردون على الأوضاع. في هذه الرواية لا أدين أحداً أو أدافع عن شيء، وإنما أسرد ببساطة الأحداث وأحافظ على الشخصيات وأتركها تتجول عبر الرواية مع الحفاظ على وجهات نظرها، وبذلك تتولد شخصية الرواية، لأنه ما من أحد لديه المعرفة الكاملة. إنها نظرة معتدلة ويمكن وصفها بالمحايدة. يحكي روج في روايته قصة البداية والنهاية لألمانيا الشرقية السابقة، ويهرب من الصور التقليدية ويصف بناء الجدار وهدمه كحدث فقط، لكن القارئ يشعر بالعنف من خلال سرد أحداث صعود وفشل العائلة بأجيالها المختلفة. لماذا اخترت هذا الأسلوب من السرد؟ السبب هو أن وسائل الإعلام أعطت وصفاً كاملاً لأحداث تاريخية محددة، فضلاً عن وجود العديد من الأفلام الوثائقية وتقارير شهود العيان، وتطور الأمر لدرجة أنني لم أعد أطيق سماع المزيد. ما يميز الرواية هو أنها لا تعكس صورة موضوعية وتاريخية للأحداث، بل تترك لمخيلة القارئ فرصة ملء الثغرات. الرواية نجحت في الداخل والخارج، وتم بيع في زمن الضوء الخافت في العديد من دور النشر في أوروبا والولايات المتحدة، ونقلت للغرب رؤية المؤلف حول نقطة تحول عام 1988. كيف عاصرت بعدها بعام سقوط جدار برلين؟ كنت مكتظاً بسذاجة لأنني بذلت الجهد وشاركت في بناء الدولة، وكنت تقدمت بطلب لزيارة ألمانيا الغربية، واخترعت في البيانات عمل لي غير موجود، وانتابني الخوف أن تكتشف المخابرات الداخلية ذلك أو غيرها، وانتقلت بحقيبتي للجانب الآخر وألقيت بحياتي السابقة وراء ظهري، فالأمر كان يوازي صعوبة قرار الزواج أو ربما أقسى من ذلك. كانت عملية مؤلمة، وفجأة سمعت الخبر المدوي بأن الجدار قد انهار، وعندما رأيت تقبل نحو 17 مليون نسمة لهذا الأمر والتحول ببساطة، أصابني الغيظ الساذج، لكن هذا الشعور خمد مع مرور الوقت بطبيعة الحال. حصلت مع أول رواية لك وأنت في عامك 57 على جائزة رابطة الكتاب الألمان، ماذا ستفعل الآن؟ سيستمر الأمر دون تغيير كما كانت الحال دائما بالنسبة لي، وتدور حاليا بعض الأفكار في رأسي وينتابني القلق من صعوبة صياغتها بشكل صحيح. لقد مرت الآن 20 سنة على التحول في حياتي، وأمامي ربما بعض الوقت، لكن القلق يثيرني، وسأكون سعيدا وراضيا عن نفسي إذا نجحت في كتابة بعض الأشياء وحولتها إلى نص. إذن حظا سعيدا.